السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. في بداية الفيديو اللي مش مشترك في القناة رجاء أن يشترك ويفعل زر الجرس، وأرجو التفاعل من خلال زر الإعجاب ومن خلال الكومنتات. الأمير محمد بن سلمان عمل زيارة لدولة باكستان الشقيقة، دولة باكستان اللي كل الناس عارفة فضل السعودية على إنشاء الدولة ذات نفسها، وفضل السعودية في إنشاء البرنامج النووي الباكستاني، وفضل السعودية في إنتاج أول قنبلة نووية باكستانية. المهم إن الزيارة دي ما جاتش على الهوا ناس. الناس دي أولهم إيران. إيران طلعت بيان على لسان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، بيقول فيه إنه على إسلام أباد أن تنتبه لمخططات بعض الدول لإيقاع الوقيعة ما بين باكستان وإيران. تصريح غبي من شخص أغبى. يعني هل معنى إن أنت ليك علاقات مع باكستان إن أنت تحرم على باكستان إن هي يكون ليها علاقات مع دول تانية؟ خصوصاً الدولة صاحبة الفضل الأول في إنشاء دولة باكستان، اللي ده بيتدرس في المدارس الباكستانية على فكرة، إنه دولة السعودية هي ليها الفضل الأول في إنشاء وجود دولة اسمها باكستان. زعلان قوي من الزيارة. الأهم من كده إنه بعد زيارة الأمير محمد بن سلمان لباكستان وزيارته للهند عمل زيارة للصين. الزيارة دي وقبتها إصدارات صحفية قطرية على أكتر من موقع قطري بتقول إن في تقارب إيراني صيني في الوقت اللي محمد بن سلمان بيزور في الصين. مع احترامي المنشطات دي ما اسمهاش صحافة ولا كلام في السياسة، المنشطات دي بتعبر عن كدنسة، يعني لا توجد أي مهنية في الموضوع. لأنه حتى بالفرض إنه في تقارب إيراني صيني في وقت وجود محمد بن سلمان في الصين، فطبيعي إن المصالح الاقتصادية بتطغى على المصالح السياسية، وأي دولة بتقوم علاقاتها الخارجية على أساس العلاقات السياسية والاقتصادية مع بعض. فلما تكون العلاقات الاقتصادية مع دولة زي السعودية وبحجم السعودية مع الصين، أكيد هتكون أكبر ألف مرة من حجم العلاقات الاقتصادية ما بين الصين وما بين دولة منهارة زي إيران. فمع وجود علاقات إيرانية صينية، السعودية كمان لها علاقات سعودية صينية كبرى. والأمير محمد بن سلمان ممتاز في اللعب على الوتر ده. الأمير محمد بن سلمان بيعرف يكسب أصدقاء كويس جدا. المصالح الاستثمارية قبل أي حاجة، كل يغني على ليلاه. ما أعتقدش أن الصين أبدا عندها استعداد أن هي تضحي بالعلاقات مع دولة بحجم السعودية عشان خاطر تقضي إيران، الدولة المنهارة اقتصاديا وسياسيا، الدولة المنبوذة من معظم دول العالم. واضح أن الأمير محمد بن سلمان بيجلدهم جامد قوي، إذا كانت قطر ولا إيران. واضح أن الأمير محمد بن سلمان كمان بيلعب جيم على رواقة، وإحنا حابين نتفرج. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.